نروح دلوقتي لأسود الأطلس، لأن كلنا في حياة الأمر فرحانين بالأداء القوي جدا والرجولي اللي بيقدمه منتخب المغرب في كأس العالم. في الحقيقة يعني الأداء ده مش بس بيشرف وبيمثل المغرب، لكنه بيمثل الوطن العربي ككل، لأن يعني في الحقيقة لحد دلوقتي مقدم بطولة استثنائية على المستوى الدفاعي، خصوصا أنه أصبح أقوى فريق دفاعي من المنتخبات اللي صعدت لدور الثمانية، دور ربع النهائي في بطولة كأس العالم، بعد ما دخل مرماه هدف واحد فقط خلال 4 مباريات لعبها في المونديال. وعندنا أمل كبير طبعا في الفترة القادمة إن هو يحقق يعني بطولات أكبر، ويمكن بنشكر هنا الحارس ياسين بونو على الأداء المشرف اللي قدر اللي هو يعمله، بنتكلم على هدف واحد في 4 مباريات. النهاردة عنده مباراة قوية كمان أمام البرتغال، تعالوا نشوف تقرير عن مشوار أسود الأطلس في المونديال. المنتخب المغربي على موعد جديد أمام البرتغال في الدور ربع نهائي من كأس العالم قطر 2022، وده بعد فوز أسود الأطلس على منتخب أسبانيا بركلات الترجيح بنتيجة 3-0، علشان يكون أول منتخب عربي بيوصل لدور الثمانية في المونديال. مفيش شك إن منتخب المغرب قدم بطولة استثنائية لحد دلوقتي على المستوى الدفاعي، خصوصاً إنه أصبح أقوى فريق دفاعي من المنتخبات اللي صعدت لدور الثمانية بعد ما دخل مرماه هدف واحد خلال 4 مباريات لعبها في المونديال. أسود الأطلس قدامهم تحدي صعب لبلوغ الدور نصف النهائي أثناء مواجهتهم لكتيبة منتخب البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو، والتحدي ده هو الإصابات اللي ضربت بعض اللعيبة في صفوف المنتخب أثناء مباراتهم قدام المنتخب الأسباني. يعني مثلاً في مباراة المغرب وأسبانيا تم استبدال 3 لعيبة من الفريق بسبب بعض الإصابات، لكن لحد دلوقتي مفيش أي تأكيدات عن مدى جاهزيتهم للموقعة المرتقبة ضد البرتغال. ومن اللعيبة الأساسية اللي خرجت من تشكيلة المغرب بسبب الإصابة في مباراة أسبانيا كان نصير مزراوي ظهير الفريق اللي خرج من الملعب في الدقيقة 82 بعد إصابته، ودخل مكانه يحيى عطية الله. كمان تم استبدال قلب الدفاع نايف أكرد بعد إصابته العضلية، ودخل مكانه جواد يميق في الدقيقة 84. وتعرض قائد قلب الدفاع رومان سايس لإصابة عضلية وخرج من الملعب في الدقيقة 113، ودخل مكانه بدر بانون. علشان كده هيكون قدام طبيب منتخب المغرب عبد الرزاق هفتي تحدي كبير ومهمة صعبة قبل مباراة البرتغال في تجهيز أحد أفضل اللعيبة للوصول بالفريق كامل العدد لملعب الثمانية، وده اللي هيخلي الجهاز الطبي يشوف حلول قوية للعمل على استشفاء اللعيبة، خصوصاً إن المباراة قربت.